ازيك يا ولاد، عاملين ايه؟ انا قلت بس يعني اتكلم معاكم دقيقتين كده في الايام بتاعت الكورونا دي، لان انا سامع ان انتوا متضايقين ومحبطين، وانا مش عارف ازاي حد زيكم يتضايق ويحبط. يعني احنا احسن ناس في جيلنا، لو كان بيتولد كل سنة مليون واحد فانت من احسن 10,000 في المليون دول. كليات الطب يا ولاد ما بتاخدش غير أعلى مجموع، وكليات الطب ده بيخشها 10,000 واحد من طلب الثانوية العامة كلهم، ده غير كمان الناس اللي ما كملتش تعليم والناس اللي معاها الدبلون. فيعني انت في بيتك دكتور أحسن حاجة، ازاي تبقى محبط وازاي تبقى متضايق؟ دي رحمة كبيرة من ربنا، ما ينفعش حد معاها يكون متضايق يعني. أما فكرة الكورونا والستراجل اللي احنا فيه ده خير ان شاء الله ولاد، يعني ده هيخلي ليك قيمة وليك مكانة في وسط الناس. يعني الجندي قيمته تعلى في الحرب، والدكتور قيمته تعلى في الوباء. فسبحان الله ربنا بيشق بالنور من وسط الظلمة يعني. فمحدش ولاد يبقى متضايق من حاجة، بالعكس يعني افرح ان رحمة ربنا عليك يعني. بعدين اوعى تفتكر ان انت هتاخد حاجة بالساهل، ما احنا كلنا لازم نتعب يا ولاد. الدنيا ما بتديش حد عايز، الدنيا بتدي حد عايز وبيمد ايده، لو ما مدتش ايدك مش هتاخد حاجة. يعني اوعى تفتكروا مثلا ان انا لما كبرت وصلت مكانتي انا كنت مثلا خدتها بالساهل، اكيد لا برضه. لا، انا اتخطبت مرتين والخطوبة ما كانتش كويسة واتفكت على بال ما ربنا وفقني لزوجتي، دي هي الحاجة المناسبة ليا الحمد لله رب العالمين. وبرضه في شغلي كده ياما ناس بيحاولوا يشدوك لتحت، وانت بتحاول تستراجل ان انت تطلع غصب عنهم، وسبحان الله لغاية ما ربنا بيوفق. عمري في يوم من الايام يا اولاد ما قلت ان انا عايز ادي طلبة قصر عيني او ادي طلبة عين شمس، طول عمري عايز ابقى كويس، ادي طلبة، ادي في مصر كلها، ادي في الوطن العربي كله. بالعكس انا نفسي دلوقتي اعمل حصص انجليش كاملة عشان خاطر تروح بقى اقدر اعمل حصص بره كمان. فاشتغل اشتغل وخلي نتيجة على الله، ربنا بيبارك ان شاء الله. اشوفكم على خير يا